مشاهدينا ومشاهدي في بول، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج 1 اون 1. معانا النهارده احمد نادر السيد لاعب نادي باوك اليوناني، واللي هيقول لنا عن حقيقه عودته لنادي الزمالك مره اخرى ورد صادم في حال تلقيه عرضا رسميا من النادي الاهلي. اهلا بيك يا احمد، منورنا ومشرفنا في موقع في البول. اهلا بيك يا حامد، والله مبسوط انا معاك جدا واطمن وبحب اطلع معاك دايما يعني. انتقالك لنادي باوك اليوناني وكلام كتير جدا ان احمد موجود في الفريق الاول او موجود مع الفريق الثاني او الرديف، عايزين نعرف بقى القصه بالظبط ايه اللي حصل. انتقال الفريق باوك جه مفاجاه يعني. كنت انا خلاص خلصت عقدي خلصت سنتين اعرف في ميزالا في البرتغال، وكان عقدي في الزمالك خلص، المفروض كان عندي سنه كمان، فكنت مستني الزمالك يقولوا لي، بس طلع السنه الزياده دي ما توثقتش، ما اعرفش كان وقتها اتغير من حسين لبيب لمرتضى منصور فما توثقتش. فبعديها انا قلت خلاص انا هستناهم شويه لحد ما يشوفوا حل الكيد والوقف الكيد وبتاع لحد ما يفتحوه، وفي الاخر ما حصلش حاجه. فباوك كانوا اصلا مستنيين في وقتها، فقررت ان انا اخد التجربه دي والخطوه دي، اللي انا اروح على باوك واجرب يعني اشوف الجو هناك عامل ازاي في اليونان وبتاع. فلحد دلوقتي يعني السنه اللي فاتت دي كلها مع باوك كانت سنه هايله صراحه، اتعلمت منها كتير جدا، وكان كنت دايما مع الدرجه الاولى بتفرج لفوق، ولعبت اعتقد ماتش واحد بس مع الرديف عشان ما كانوش دايما بينزلوني يعني، كان دايما بيخليني فوق. يعني انت اصلا مش موجود مع الرديف؟ لا عشان بس كان في كلام كتير على السوشيال ميديا واخبار ان احمد نادر السيد اصلا موجود مع الرديف وما بيلعبش. لا، في الاول اول ما رحت كان في كلام ان انا مع الرديف او الدرجه الاولى، بس بعد ما ثبت نفسي وبتاع خلاص خدوني مع الدرجه الاولى. كنت بنزل معاهم قليل قوي، بس في اغلب الوقت كنت مع الدرجه الاولى ولعبت ماتش واحد بس مع الرديف يعني، غير كده انا كنت فوق. يعني انت موجود اصلا مع الفريق الاول؟ طيب بتدخل للسكور دايما ولا لا؟ هم عندهم ثلاث حراس، واحد بيلعب منتخب كرواتيا، والتاني عندهم هم بيحبوا دايما في اوروبا، واحد بيلعب والتاني خبره يبقى عنده بتبقى حاجه و30 سنه، والتالت بيبقى صغير. بس في الحته اللي احنا فيها دلوقتي في باوك دي التالت مش صغير، التالت عنده بتاع 24 سنه وانا اصغر منه باربع سنين، فهو دلوقتي ده وقته. وبعدين ان شاء الله بقى السنه الجايه كل حاجه هتتغير ان شاء الله وهتبقى احسن يعني. بتقول ان انت استفدت من تجربه باوك، شايف هل الاستفاده دي بتبقى من التدريب ولا بتبقى الاستفاده دي بالظبط؟ يعني ايه اللي استفدته وايه الفرق بينه وبين التدريب هنا عموما في مصر؟ يعني كنت في نادي الزمالك برضو، نادي كبير من اكبر الانديه في مصر، واكيد بيكون المدربين الحراس بيبقوا ناس كبار سواء مع الجهاز الفني سواء مصري او اجنبي، ايه الفرق ما بين ده وده؟ لا طبعا في الحتتين في فرق كبير. اولا انت هنا في الزمالك بتتمرن مع واحد من اعظم حراس اللي جم في تاريخ مصر، كابتن عادل مأمور. ده واحد هو اللي بيصنع حراس مصر في الزمالك، حراس الزمالك كلهم. فبالنسبه لي اللي انا اتمرن مع عادل مأمور ده كانت حاجه بالنسبه لي كان شرف كبير جدا، وهو كمان هو اللي مطلع ابويا، فلما يجي يطلعني هو انا كمان، فكنت صراحه مبسوط جدا جدا يعني. وفي طبعا تحتيه كتير، كابتن حسني مصعد وكابتن احمد مقصود وكده، بس كان راسهم كابتن عادل مأمور. غير كده لو هنتكلم بره، لو هنتكلم في باوك مثلا، انا دلوقتي اتمرن كل يوم مع واحد اول واحد لعب دوناروما بتاع اي سي ميلان في اي سي ميلان نارولا. فلما تتمرن مع الراجل ده كل يوم انت طبيعي من غير ما تشوف نفسك هتلاقي نفسك بتستفاد بطريقه مش طبيعيه وبتتطور بطريقه مش طبيعيه. فهو ده اللي حصل معايا السنه اللي فاتت دي كلها. انا من اول يوم هو جه يتكلم معايا، هو ايطالي، جه يتكلم معايا وكده وحبيته. اسمه ايه؟ اسمه جورجيو. اول يوم جه يتكلم معايا وبتاع وقال لي انت انا عارفك وبتاع، وانا هم قالوا لي انت جاي باوك من بدري ولسه بنشوف المفاوضات وكده، بس اول ما انت جيت شفتك وخلاص تكمل معانا وبتاع. بعديها قعدت كملت مع السنه كلها، في اخر السنه بقى عمل لي ايفالويشن وبيقول لي يعني كده استريحت له في السنه كلها، انا مطمن وانا معاه وشغال من غير ما افكر في اي حاجه. انا عارف ان انا مش هلعب مع درجه اولى وطبيعي ان انا مش هلعب دلوقتي، بس انا مستريح ومش متوتر ولا قلقان من اي حاجه في المستقبل، طول ما انا عارف لا بستفاد انا مستريح. استفاد. طب الاستفاد بقى يعني التدريبات بتبقى مختلفه، يعني ايه الفرق بين هنا وهنا، بين مصر مثلا واوروبا او لا بين الزمالك ونادي باوك؟ في فرق كبير قوي 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 في السرعه، في الريتم مش طبيعي، الريتم مش طبيعي. انا لو هنتكلم على بره في اوروبا، لا رحت البرتغال وانا 18 سنه، كنت لسه صغير، رحت صغير بس في الممتاز بس صغير، كان الريتم في وقتها عالي عليا. تخيل بقى دلوقتي لما رحت بطل اليونان السنه دي، هم كسبنا الدوري السنه دي، بطل اليونان راح اتمرن مع لعيبه لعبت في البريمير ليج ولعبت في الدوري الايطالي ولعبت في كاس العالم ولعبت في اليورو، في حاجه تانية خالص، نقله كبيره. ولا نروح من الزمالك لفيزالا كانت ماشي، نقله مش بعيده نوعا ما، مش بعيده بس من فيزالا لباوك، باوك نادي عظيم 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 يعني. فاللي انا اروح من النقله دي، هي دي بقى كانت حاجه جديده بقى بالنسبه لي. الريتم كان اعلى ست مرات من البرتغال، تخيل بقى من مصر. ست مرات تخيل من مصر.
فالريتم هناك كان حاجه تانية من اول تمرين انت شايف، لحد انت طبعا انت موجود في مصر وفي باوك، شايف الريتم اعلى قد ايه؟ لا كتير، بس انا من بعد ما رحت باوك ما رحتش منتخب لسه، فانا ناسي او ناسي شويه مصر، بس انا فاكر الريتم كان مش اعلى حاجه. بس انا دلوقتي مع الريتم بتاع باوك ده انا متاكد لو اتمرنت مع اي حد في مصر هنا هكون سريع، يعني اسرع من اي حد. انت تكون اسرع. طب اسرع في رد فعل ولا اسرع في ايه بالظبط؟ اسرع في التفكير واسرع في رد فعل واسرع ان انا اوصل الفكره اللي هنا لجسمي كله، ان انا اتحرك بسرعه. طب وهل في تمارين معينه اصلا ما بتتعملش هنا في مصر؟ لا اصل الكوره هي الكوره، اه لو هنتكلم في الكوره بس هي الكوره. امال ايه ليه يعني، ليه الفكره ان هو رد الفعل تبقى اسرع او في مميزات اكتر من هنا؟ لا لو هنتكلم في مميزات اصل الكوره هي الكوره زي ما قلت، حلو. بس في مميزات زي مثلا الكوره نفسها، الارض بتبقى كرة بيولة. مالها يعني، بتبقى الكوره نفسها بتبقى معموله بطريقه تانية. طريقة تانية يعني اه غير طبعا ان بتلعب بيها ولا ايه؟ ساعات ممكن تلاقي احسن، يعني مثلا لو قارنت كره الدوري المصري هنا بكره الدوري اليوناني او بكره الدوري الانجليزي اكيد في فرق. طبعا اكيد في فرق، مع ان ساعات بتبقى مثلا بيبقى في شركات اللي هي معروفة عالمية بتبقى هي بس برضو اللي الكورة دي. لو انت نفسك انت واحد مش لعيب كوره، لو مسكت الكورتين دول هتعرف ان في فرق، هتعرف في فرق كبير. واي لعيب بيلعب في مصر هيعرف برضو، زي اي لعيبه كبيره لعبت كاس عالم هتعرف الفرق. وفي فرق في ملاعب بتبقى احسن بكتير جدا وعلى اعلى مستوى، وعندك كذا ملعب تتمرن فيه. حتى هنا مثلا عند نادي الاهلي اللي هو اكبر نادي في افريقيا، ونادي الزمالك اللي هو من اكبر نادي في افريقيا برضه، الملعب بتاعهم مش ما عندهمش الا ملعب واحد بيتفرجوا عليه. فهو عندنا هناك بتبقى 3 4 ملاعب بنختار منهم احنا بقى في اليوم، طيب بنختار اللي احنا عايزينه الاحسن، او مثلا واحد بيتصلح نروح التاني اللي احنا عايزينه، وكل ملعب على مستوى. فانت ما فيش تمرين هتلاقيها بطيئه، فده الفرق. بس الكوره هي يعني فكر الكوره ماشي، في حاجات تفرق صغيره بس مش عارف احكي لك عشان مش مدرب برضو، بس الكوره نفسها هي. طب في بتبقى في تدريبات معينة؟ لا هي ماشي، في حاجات معينه اول المدرب عشان المدرب يكون عنده خبره اكتر، فعايز يطلع مني انا حاجه. في مدربين هنا بيشتغلوا عشان يشتغلوا بس، فبيشتغل ال4 حراس مثلا كلهم نفس الحاجه. لا في جول محتاج سرعه، في جول محتاج يشتغل على الكره اللي على الارض، في جول محتاج يشتغل على استلمات. كل واحد وليه مميزاته وليه عيوبه، فانت بتشتغل على عيوب فهو بيشتغل دايما على عيوب. كنا شفنا برضو تدريبات مثلا نوير مع بايرن ميونخ، كان في فيديوهات بتنزل ان هو بيتدرب وهو وبيشوف شوبان، يعني هل ده برضو بيحصل؟ احنا عملناها وانا اول يوم اصلا الحراس اللي هناك عملوها قبل كده عشان جورجيو بقاله سنتين هناك، فهو اول سنه كان جايبها ليهم وكان بيشتغل بيها، هما اشتغلوا بيها السنه الاولانيه دي، انا كنت لسه جديد عليها. فدي اصعب تمرين عملتها في حياتي، اصعب تمرين عملتها في حياتي. لما كنت بلبس زي النظارات دي اللي هي مشوشه بيبقى فيها نقط كده صغيره بتشوف منهم، مخرمين كده بتشوف منهم، كان اصعب تمرين عملته. عشان لما كنت بلبسها انت مش شايف حاجه، انت اكنك مصدق مش شايف حاجه خالص، مغيم فاهم. فكل ما اجي امسك الكوره تخبط في وشي، وكان تمرين يعني كان طب مدمر خالص. وفي الاخر يعني ده كتر التمرين قدرت بعد كده تتعامل معاها ولا هو في وقتها في يومها انت لو لبست النضاره دي وماشي خدت 10 كور، 2 خبطوا في وشك او 2 انت مسكتش 2 مثلا منهم، هتشيل النضاره دي اكنك بتمسك غير ما تشوف، مش عايز تشوف اصلا، مش لازم تشوف بجد والله. النضاره دي بتحس اكنك مثلا زي في تمرين الفرصه بنعمله عشان دايما بنعمله، اكنك مسكت الكوره مثلا اللي هي الميديسن بول اللي هي 5 كيلو ومثلا بيشوط عليك، او 10 كيلو اي حاجه ما علينا، يعني اي كره تقيله بيشوط عليك وبتمسك تسيب الكره دي تمسك الكره العاديه هتلاقيها سهله بالنسبه لك، ما مش تقيله خالص. فهو ده الفرق بقى، بتلبس النضاره دي ما تشوفش حاجه، بعد النضاره بتبقى كانك مش محتاج اصلا تشوف حاجه. طيب خلال الفتره الاخيره كلام كتير جدا ان الزمالك يرغب في عوده احمد نادر السيد مره اخرى لنادي الزمالك، هل في مفاوضات حصلت بينك وبين نادي الزمالك ولا لا؟ فعلا كان في شهر فقبل ما اروح باوك كان في كلام كتير، بس الجيت كان مقفول فما كانش ينفع استنى عشان مستقبلي. وبعد كده بعد ما وديت في باوك شهر 1، لما جه شهر 1 وكده اتفتح تاني، كان في كلام ان انا برضو ارجع تاني، وكان في مسؤول رسمي برضو تواصل مع ابويا، مسؤول رسمي تواصل وقعد معاه، وكان برضو اتكلموا مع بعض وبتاع، بس مفيش ما وصلوش لحاجه لسه. وبعدين من شهر 1 لحد دلوقتي بقى كان لسه برضو كلام بيروح ويجي ما بين السوشيال ميديا والاداره، اللي انا ما اعرفش اللي بيحصل بين الاداره، بس بيقول ان كان في كلام في الاداره، بس مفيش حد تواصل لحد دلوقتي يعني. طب احمد نادر السيد عايز يرجع؟ سؤال كبير دلوقتي، عشان انا لسه ما اعرفش عايز اعمل ايه السنه الجايه، يعني لسه وعدك مع باوك اصلا عادي، مع باوك لسه سنتين كمان. طب هل في شرط ان انت ممكن ترجع لنادي الزمالك او في شرط جزائي عموما ولا لا؟ مفيش شرط مكتوب في العقد، بس في زي اتفاق شفوي ما بيننا، اللي هو ان انا بعد اول سنه او في اي وقت الزمالك يحتاجني فيه انا ابقى موجود معاه. طيب بمناسبه ان انت ممكن لو الزمالك عايز يجيب احمد نادر فممكن الموضوع اسهل سواء عن طريق الاعاره او بيع نهائي، شايف المنافسه بقى بوجود عواد وصبحي، شايف ان احمد نادر السيد يقدر يكون الحارس الاساسي لنادي الزمالك ولا برضه الموضوع يكون صعب؟ انا شايف ان عواد وصبحي حراس كبار جدا طبعا وليهم احترامهم،
بس برضو زي ما قلت لك قبل كده، في ال3 سنين اللي فاتوا دول حسسوني او عرفوني، مش حسسوني، عرفوني اللي انا قد المسؤوليه، اللي انا اقدر اشيل، اللي انا اقدر اشيل فرقه، اللي انا اقدر اعمل فرق، اعمل فرق في الماتش. فانا مش شايف طبعا هم عملوا اكتر مني بكتير وعندهم خبره اكتر مني بكتير جدا. عواد ما شاء الله دخل في الثلاثينات، وصبحي برضه لعب اولمبياد، مش لعبش اولمبياد، لعب مع الفريق الاولمبي. فالجول برضه كبير. فبس انا برضه شايف ان انا اقدر يعني اساس كل حارس بيبدا من حته، فانا شايف ان انا اقدر ابدا دلوقتي يعني تقدر تبدا. بمنافسه طبعا، بمنافسه طبعا، بتعب كتير انا شايف وجهد تكون كتير. رقم واحد بعد ما ينفعش اقول كده الا لما يشوفوني، لازم يشوفوني، لا لازم انت كشعور انا جوايا. طبعا تبقى رقم واحد في مصر، في مصر جوايا في الزمالك طبعا. واي حارس تساله يقول كده، اي حارس تساله. لا اي حارس. اصل انا بتكلم، انت شايف ان انت تبقى رقم واحد في الزمالك لو انت موجود؟ قادر. قول لنا بقى فشل منتخب الشباب. المنتخب ده بتاعنا 2003، انا شايف ان المنتخب ده كان هو المنتخب الاولمبي، واحنا كلنا بنتكلم مع بعض، وكان كل حد بره المنتخب يعني من المسؤولين بيتكلم عن المنتخب ده ان هو ده مستقبل مصر دايما، من قبل بطوله افريقيه، حتى بطوله عربيه لما خدنا التاني خسرنا ضربات جزاء في السعوديه كان كله بيتكلم عليه كويس جدا. افريقيا هي كانت الحاجه اللي غيرت كل حاجه. قبل افريقيا كان في مشدات كتيره، كان في مشاكل كتيره في الاوتيل، في الفندق. طبعا ده مش مبرر، بس كان في حاجات كتير قوي بتشتتنا. المشدات دي كانت يعني ما هي يعني ما مين مثلا مين احنا رحنا اوتيل مثلا في وقتها كان ما فيهوش ولا ساونا ولا اي حاجه ريكفري. كنا ده؟ طب هو المسؤول على المنتخب فين؟ انا ما اعرف، بس احنا اتكلمنا وحتى حاولوا كتير جدا، بس هو ما كانش في وقت بس بالنسبه لهم، بس هم حاولوا كتير جدا بجد، حاولوا كتير جدا ان احنا نشوف حل لده، وساعدونا وبعتوا لعيبه اللي كانت تعبانه للميديكال سنتر اللي هم يعملوا مساج وبتاع، ساعدونا كتير، بس ما كانش في وقت ان احنا نغير وبتاع. بس كان في حاجات كتير تشتت اللعيبه. وبعدين دخلنا افريقيا كان في برضه مشاكل كتيره وكده، مش لازم يعني تتقال، بس يعني الحمد لله دلوقتي كلنا قريبين بعض لسه، وما خسرناش بعض، واحنا ومدرب انا ومدربين واللعيبه كلها لسه على تواصل. في شويه مننا راحوا الاولمبياد، اولمبي المنتخب الاولمبي اتمنى له التوفيق طبعا، بس يعني احنا ندمانين شويه على المنتخب ده، عشان احنا كنا شايفين في نفسنا مشروع كبير قوي، بس يعني الحمد لله ان احنا طلع مننا شويه لعيبه يقدروا يعملوا حاجه لمصر. شايف ان احمد نادر السيد كان يستحق التواجد مع منتخب اولمبي؟ مش هقول لك لا طبعا، عشان انا كنت قبل كده مع كابتن عصام الحضري، كنت انا بنافس مع حمزه اللي انا الاول او الثاني، لو بننافس دايما. فبعد افريقيا اعتقد هي اللي عملت المشكله كلها، دروب ده كله. المشكله في منتخبنا كله يعني، حتى انت قبل كده ممكن تلاقي لعيبه اكتر في المنتخب الاولمبي اكتر من دلوقتي من 2003. بس يعني خلاص انا ان شاء الله متخيل اولمبياد، فمش فيش وقت ان انا اتكلم عن نفسي للمنتخب ده، وخلاص خليهم هم مركزين في اللي هم فيه، واتمنى لهم كل التوفيق في الاولمبياد يعني ان شاء الله. ايه رايك بقى في اداء مصطفى شوبير مع النادي الاهلي خلال الفتره الاخيره؟ غير ان مصطفى شوبير حارس كبير جدا، هو اخويا زي ما تقول اخويا الكبير، كنا دايما على تواصل من واحنا صغيرين، كان دايما بيكلمني ودايما بيتطمن عليا، هو انا واخده كاخ كبير يعني طبعا، ومبسوط له جدا بالاداء اللي هو قدمه، اللي هو يقدر اللي هو باين للناس اللي هو يقدر يشيل فرقه زي الاهلي، اللي هي حاجه كبيره قوي تتقال ان انت ممكن تشيل فرقه زي فرقه الاهلي دي. دي حاجه شرف كبير يعني لاي حارس. بتمنى له كل التوفيق في اللي جاي ان شاء الله. انا عارف الشناوي لما يرجع هو اللي هيلعب طبعا عشان رصيده كبير جدا. طب انت اصلا مع يعني الناس مختلفه خلال الفتره الاخيره ان خلاص شوبير كان موجود، عشان هو كان احتياطي ليه في النهائي، وشوبير ادى بشكل كويس جدا، فشايفين ان شوبير يكمل؟ انا الصراحه بشوف الحاجات دي في مصر بس بجد، شوف الحاجات دي في بسمع الحاجات دي في مصر بس. انا شوبير حارس كبير جدا، مبين للناس اللي هو حارس كبير جدا ويقدر يشيل اي فرقه في مصر، فاهم؟ بس الشناوي كابتن محمد الشناوي شايل مصر والاهلي بقاله سنين، ما ينفعش تنسى له كل ده وتمسك له. حتى هو مثلا ما طلعش اداء وحش، لا هو طلع اصابه، قدر هو طلع اصابه، فلما يرجع لما يطلع اصابه ويخش تاني في فرقه، لا هو مكانه موجود. طب انت كنت مع ان الشناوي هو يلعب نهائي افريقيا مش مصطفى شوبير؟ لا انا كنت مع شوبير يلعب نهائي افريقيا يكمل الموسم، زي ما لونين في امريكا في ريال مدريد كان هو اللي هيلعب تشامبيونز ليج، نهائي تشامبيونز ليج، ولما عيق كورتوا لعب، بس لا لونين كان المفروض يلعب يعني، هو لو كان موجود لازم يلعب، هو اللي عمل كل حاجه. بس غير كده بعد افريقيا لا، لازم الشناوي لازم الشناوي بعد افريقيا ولا هو اللي يبقى رقم واحد طبعا. احمد نادر السيد دلوقتي يعني حالتك نوعا ما متشابهه مع مصطفى شوبير. مصطفى شوبير ابن حارس كبير الكابتن احمد شوبير، واحمد نادر السيد ابن حارس كبير كابتن نادر السيد. شايف ان لما بيكون الاب كان لاعب كره سابق، هل ده بيؤثر على اللاعب او بيكون عليك ضغط ممكن يضيع فرصه ان انت اصلا ما تلعبش بسبب كده؟ لا انا شايف ان على حسب الشخص نفسه اللي هو انا ومصطفى، على حسب العقليه بتاعتنا، وعلى حسب المدرب اللي معاك. لو المدرب ده عادي
ممكن يشوفها بطريقه اللي هو لا انا مش عايز اساعد حد، ومش او هشوفها اللي هو بطريقه لا ده هو متدلع، او هو مثلا كل حاجه ماشيه بسهوله، خلاص لا مش هديله حاجه هو كده لوحده مش هديله حاجه. وفي مدربين تاني بيكونوا عادي، وانت كويس هتلعب، لو انت مش كويس مش هتلعب عادي. وكمان لو تتكلم على حسب العقليه بتاعتي انا ومصطفى، لو انت ده شخصيه ضعيفه هتتدمر في مشوارك لحد ما توصل للتوب، هتتدمر عشان الناس بيستنوا غلطه منك عشان يخلصوا عليك. وفي الحلو بيبقوا عاد جدا برضو عشان برضو اديلهم حقهم، بس في الوحش بيخلصوا عليك. فلازم تكون واخد بالك من كل كلمه بتقولها، ولازم تكون واخد بالك من كل حاجه بتعملها في الملعب، عشان في الاخر ما حدش يجي عليك انت ويجي على ابوك يعني. اوكي، شايف ان الحظ ساعد مصطفى شوبير في اصابه الشناوي وعلي لطفي من قبلها؟ طبعا، بس الحظ ده اكيد وراه شغل كتير جدا وتعب كتير جدا يعني. انت الحظ مش هيجي لك الا وانت بجد تعبان، يا ربنا مش هيكرمك الا وانت بتسعى. فاكيد اكيد كل حاجه بتحصل للسبب، الشناوي يتصاب وعلي لطفي يتصاب عشان شوبير يبان، عشان الاهلي يوفر ملايين في حارس جديد، فهو او بعدين شوبير يتالق يعني. هو كل حاجه بتحصل للسبب. شوبير انا شايف لو كان يستاهل الفرصه دي، عشان عارفه كشخصيه، عارف ان هو بيشتغل كتير قوي على نفسه، وهو يستاهل يعني اللي هو فيه دلوقتي يعني. هل في ماتشات فاكرها لكابتن نادر السيد؟ كنت صغير جدا، الماتش الوحيد ممكن افتكره لك ماتش الاعتزال بتاعه، حتى مش فاكره، فاكر بس من الفيديو. عملوا استاد القاهره وكان في جمهور كتير، وانا فاكر كان في لعيبه كتير من بره مصر، وحسام حسن واحمد، او لا مش احمد حسن، حسن مصطفى، كان في لعيبه كبيره يعني. غير كده في الماتشات الرسميه كلها فيديوهات، بس بشوف فيديوهات كتير منه في بروج في بلجيكا، وفي اليونان لما لعب سنه في اليونان، وفي الزمالك لما لعب في الزمالك، طبعا في الاهلي اللي حصل بس يعني في الزمالك لعب كتير وهو صغير 18 سنه، لما يلعب قدام 100,000 ويكسب ماتش ضربات جزاء، دي حاجه طبعا انا بشوفها ومنبسط جدا باللي هو اللي انا اقدر اقول ده ابويا يعني. تماره بتلعب باسكت في النادي الاهلي بالظبط كده. تمام، في ماتش الطايره نهائي افريقيا للطايره سيدات، انت كنت موجود في مدرجات الزمالك وتماره في مدرجات الاهلي. طبعا انتوا الاثنين رايحين مع بعض الماتش، قول لنا بقى ايه اللي بيحصل، هل انتوا بتفضلوا تغيظوا بعض بقى ولا بقى كواليس؟ احنا كنا خارجين كاهلي كلنا، عشان كانت اول مره نكون مع بعض كلنا في البيت يعني، ما كانش حد بره مسافر او في حته، فخرجنا مع بعض كلنا، قلنا نخرج ونخلص الاكل مع بعض واطلع على طول على الاستاد على نادي الاهلي الجزيره. فروحنا وبتاع، وانا كنت مخبي تيشرت الزمالك تحت تيشرت ثانيه بيضه، كنت لابس ابيض في ابيض، فهي كانت في خطوط حمراء باينه بس ما كانتش باينه قوي. فانا المشكله ما معيش تذاكر ولا معايا فانا دي، معيش اي حاجه. حلو. خالص اخدت ازاي؟ رايح انا قايل بقى تماره بقى بتلعب في الاهلي، فهي اكيد عارفه ناس هناك وبتاع. فبالصدفه بالصدفه كنت واقف على بوابه بتاعه الزمالك، جمهور الزمالك، فلقيت استاذ خالد مرتجي داخل من النادي بعربيته. حلو. فنزل من العربيه وداخل على رجليه على الاستاد على المقصوره، فقلت له من فضلك وبتاع يعني، بندهله من بعيد. راح هو جالي وبتاع، لي ازيك عامل ايه وبتاع، قلت له الصراحه مش عارف اخش، في زحمه جدا من جماهير الزمالك كتير، فنده لي حد في ثانيه راح مدخلني على طول، راح طلع فوق على طول لوحدي. انت قلت له داخل الزمالك مش الاهلي؟ الصراحه لا، هو عارف انا كنت واقف عند الزمالك. تمام. كنت واقف عند الزمالك، هو عارف انا داخل الزمالك، هو عارف انا زملكاوي، فهو دخلني الصراحه وساعدني جدا عشان كنتش اخش، لو من غيره ما كنتش اخش بجد يعني. بس ف دخلت انا الناحيه الثانيه وقلعت، رحت قلعت تيشيرت طبعا على طول، رحت لابس تيشيرت الزمالك ودخلت في وسط الجمهور، قاعد على مدرج في وسط الجمهور. بعديها طبعا رحت بعيد عشان قلقت وما كنتش قادر اتحرك، بس دخلت في وسط الجمهور، وتورك قاعده قدامي بالظبط في المقصوره بالظبط، كانت عماله تمسك تصورني وانا عمال انط على الجمهور وهي عماله تصورني وتكلمي تقول لي اهدى شويه على نفسك وما اعرفش ايه، وانا مفيش ما بقدرش. طيب وبقى العلاقه بينكم دايما بتغيظوا بعض بقى في البيت، ان هي خلاص دلوقتي بقت اهلي وانت زمالك، وباك كان شويه زمالك وشويه اهلي، فايه احكي لنا ايه اللي بيحصل في البيت بقى بتتفرجوا على ماتش عموما كوره، ايه اللي بيحصل؟ الصراحه اخر ماتش اتفرجت اهلي وزمالك معاها كان من سنين عشان ما بقاش في مصر في وقتها، بس غير كده تماره هي محترفه جدا، لعبت بره في بلجيكا ولعبت في هولندا، هي عارفه يعني ايه تتعب، وعارفه يعني ايه باسكت، وعارفه يعني ايه هدف عايزاه، وما بتفكرش في حاجه تانية. كانت بتلعب في الصعيد وراحت الجزيره، ومشت من الجزيره راحت على الاهلي، بس اكيد بتصفوا على بعض كده كده. بس في الاول والاخر انا مش بيعجبني الناس اللي من بره اللي بتقول مثلا بيغلطوا في تماره وبيغلطوا فيها وبيغلطوا في ابويا، اللي هو واحد في الاهلي واحد في الزمالك وهو زملكاوي، مش حلوه اصلا. ايه اكتر جمله زعلتك ما حد انتقد الاسلوب ده؟ ما بحبش اقول الصراحه، ما بحبش انت زعلت فعلا؟ زعلت بجد الناس اللي بتغلط فيه هو، عشان احنا اولا تماره ما فيش اصلا سيدات زمالك باسك، ما فيش، واحسن فينا في افريقيا ومصر مين؟ الاهلي، وهي لعيبه جامده جدا جدا وكل حد بيتكلم عليها كويس قوي، هتروح فين؟ احسن لعيبه هيروح فين؟ احسن نادي. فهي جالها الاهلي، مش تقدر تقول لا، ما تقدرش. حتى لو هي قبليها مش عايز اقول عشان ما اخلصش عليها، بس هي كانت زملكاويه جدا، هي كانت زملكاويه جدا زي لعيبه كتير راحت الاهلي وهم زملكاويين وبيبقوا اهلاويين عادي،
وفايس فيرسا الناحيه التانيه كمان. انت مره رحت الاهلي سيزون القوية ودلوقتي لا بس دلوقتي منتمي للاهلي جدا، وبتقعد تشغل لي في العربيه اغاني اهلي ومجنونه مجنونه اهلي دلوقتي. ما اعرفش ليه، ما اعرفش اول مره اشوف حد يمشي بالزمالك يروح الاهلي ويبقى اهلاوي. اول ليه؟ مره، ما اعرفش، اول مره في حياتي. لا ليه اشمعنى ان هو يروح من الزمالك يروح الاهلي يبقى اهلاوي؟ لا تشوف رضا عبد العال زملكاوي، ابراهيم سعيد ما بيفهموش لحد دلوقتي لسه. مين شيكابالا حاول يروح بس هم حاولوا يجيبوه بس برضه ما عرفوش. طب نادر امام السيد، عاشور نادر نكمل نادر السيد زملكاوي، طارق سعيد زملكاوي، امام عاشور هنشوف بقى لحد ما يخلص كوره هيقول هو زملكاوي ولا اهلاوي. هو هيشوف، هو هيقول بنفسه ما اعرفش. طب انت كنت مع امام عاشور فتره كبيره، ايوه طبعا. بس انت زملكاوي لو ولا اهلاوي؟ سالتني انا، لو سالتني انا في وقتها اللي انا شايفه، وسالت اي حد في النادي اللي هو شايفه، هيقول الراجل ده متربي في الزمالك. هو مش متربي في الزمالك يعني، هو كان منتمي للزمالك اكتر من ناس طلع من الناشئين الزمالك للدرجه الاولى. كان بيتجنن على الزمالك، بيتجنن بجد يعني. كلمت امام بعد ما راح الاهلي؟ لا انا عمري كان عندي علاقه مع امام كبيره قوي يعني. في وقتها في الزمالك لما كنا مع بعض كنا اصحاب وكده، بس اللي هو يعني ايوه كنت انا لسه ناشئ برضو، كنت لسه طالع معاهم، ما كنتش لسه خدت على اجواء قوي. كنا دايما بنهزر مع بعض بعد التمرين، نلعب ضربات جزاء مع بعض وبتاع، ما كانش بيعرف يحط ضربات جزاء فيها خالص. بس يعني هو كان صاحبي ولسه صاحبي لحد دلوقتي، بس ما فيش كلام متواصل ما بيننا دايما يعني. فما اقدرش اكلمه برضو عشان هو ده برضو ده مستقبله، هو ده قراره هو. ما اقدرش اقول انت بتعمل ايه، انا ماليش دعوه ولا حد يقدر يقول لي حاجه. فاللي هو شايفه احسن ليه هو يعمله طبعا يعني. طيب بس لو الزمالك عنده باسكت سيدات تمارا ممكن تيجي الزمالك؟ في ثانيه، في ثانيه دلوقتي. انا كنت فاكره بتقول قبل كده قبل ما تروح دلوقتي. الاهلي. لا دلوقتي لا خلاص بقى، ما اعتقدش انت مرة ترضى تروح الزمالك. ما تعتقدش ولا هتروح؟ اتمنى اتمنى ولو حصل ممكن تروح تغير رايها، ما تعرفش. بس هي دلوقتي بتحب الاهلي جدا جدا، وبتتعب قوي عشان تسعد جمهور الاهلي، وده اللي في دماغها بس يعني. طب انت بالنسبه للعيبه اللي هي بتبقى الاهلي وتروح الزمالك، او في الزمالك وتروح الاهلي، ويعلنوا انتمائهم اللي هم لا انا زملكاوي او العكس انا اهلاوي، شوف ده ازاي؟ او في او من وجهه نظرك شايف الموضوع ده ازاي اصلا؟ انا شايف في مشكله في مصر معينه، لان كل واحد بيبص لمصلحته. الحته اللي هو فيها لازم يأفور، ولازم يبين الناس او اللي هو يعني الاهلاوي او الزملكاوي قوي وابن النادي قوي عشان الناس تحبه. لا ده مش صح. الناس هتحبك في الملعب، طول ما انت كويس في الملعب الناس هتحطك فوق دماغها. بس انت لو وحش في الملعب وبتطلع تعمل كده، لا انت مش هيحبوك برضو عادي يعني. بس انا عندي برضو عقيده كده، مش هغيرها في حياتي، ان اي حد مدرب لعيب عامل مشجع بيخش نادي الزمالك او بيشوف اجواء نادي الزمالك جوه نادي الزمالك او في الثالثه يمين بيقلب زملكاوي، بيقلب زملكاوي، ما بيقدرش يمسك نفسه. حصل معاك موقف او كده، او تعرف حد عمل كده؟ اعرف ناس، اعرف مدربين كتير زي احمد عبد المقصود، واحد كان هو اللي مربيني. كابتن احمد عبد المقصود مش المدرب، مدير فني، مدرب حراس كان بيربي. هو زي هو مربيني يعني من وانا صغير، كان هو اهلاوي صميم جدا، ودخل نادي الزمالك اعتقد من اول شهرين عرف قد ايه احنا بنحب النادي بجد بجد، بنحب النادي. احنا مش واخدينها كان اللي هو تشجيع بس، لا ده حياه بنعيش عشان. فمن وقتها وهو مفيش خلاص، فيسبوك انت فتحت فيسبوك دلوقتي مجنون يعني، ممنوع الزمالك. وغير كده تشوف لعيبه برده يعني، لعيبه مشيت من الاهلي وراحت على الزمالك وشافت الزمالك، زي عبد الله سعيد دلوقتي ونصر ماهر واحمد حمدي وناس قبليهم كتير برده، لما يجوا الزمالك ويخشوا جوه اجواء الزمالك ويخشوا في الحاجات اللي احنا بنشوفها للزمالك، الزمالك بيتحب. مش ك ايه الاجواء يعني، ايه اللي هيفرق عن الاهلي؟ من الاهلي بياخد بطولات والاجواء كويسه، الزمالك ايه الاجواء اللي يخليه مثلا؟ مش بقول ان الزمالك نادي صغير، بس الزمالك برضه بياخد بطولات، بس هو الفكره انت بتقول ان الاجواء ايه معنى الاجواء اللي في الزمالك؟ معنى الاجواء زي ماتش الكونفدراليه مثلا، انت تشوف ماتش الكونفدراليه ده وتكتب يعني وتفهم الزمالك هو ايه. الزمالك ده احنا عندنا وقف كده بقى لنا سنين، وفلوس ما بتروحش للعيب، ومشاكل في الادارات، وبص مهما تخير كل المشاكل في الدنيا في الزمالك، وبرضه تلاقي الجمهور 100,000 موجود وبيشجع النادي لحد اخر لحظه. ده الزمالك بقى. الاهلي كده كده بيكسب بطوله كل سنه، ما احنا عارفين، مش هنكدب على بعض. الاهلي بيكسب كل بطوله كل سنه، وكل حاجه مترتبه له كل حاجه مترتبه له. مش كحاجه وحشه، ممكن حاجه وحشه، انا ما اعرفش تفاصيل، بس انا بقول يعني انا بشوف، انا واحد من بره وبقول انا بشوف من بعد ما شفت الزمالك. ان هو مثلا شفت ايه مثلا للاهلي؟ مش حاجات معينه، مش هينفع اقول حاجات معينه، بس يعني تشوف الادارات ما بين الاهلي، الفرق بين الاهلي والزمالك في الادارات، في الفلوس، في الدعم الدولي، مش كحكام ولا حاجه، بس الدعم كله يعني. بس هو بيتكلم يعني اداره الاهلي او الجماهير يعني بتتكلم ان انا نادي باخد بطولات كتير، او مثلا بروح افريقيا كتير، واخد دلوقتي افريقيا قد ايه والزمالك واخد قد ايه، فاوريدي انا بيجي لي معلن اكيد بفلوس اكتر. ماشي، بس يعني كل حاجه ليها بدايه، كل حاجه ليها بدايه. كلها، ما هو الاهلي على فكره من 5 سنين او من 6 سنين او اكتر مثلا، لما كان في وقتها ما كانش بيكسب افريقيا كل سنه، فاهم؟ وقبليها كان بيكسب، بس في فتره ما كانش بيكسب خالص. اللي حصل الفتره دي ما حدش يعرفها بقى، الزمالك نزل والاهلي طلع، ما تفهمش ليه. بس من وقتها بقى والاهلي عمال ياخد افريقيا،
والزمالك عمال في وقف كيد، في اداره جديده، في اداره مؤقته، في مفيش فلوس، في غرامات، حاجات ما تخلصش. بس دي مش تبقى اخطاء اشخاص نفسها كده كده، ممكن تكون اخطاء اشخاص بس برضو مش الدرجه دي. في حد يعني في حاجه، في حاجه فاهم، في حاجه بس هو طبيعي ان الاهلي جمهوره اكتر، كل الاعلانات بتروح للاهلي، فيبقى عنده مش عشان جمهوره اكتر، جمهوره اكتر وشعبيته اكتر، طيب ما فطبيعي. طبيعي ماشي، ما انت كده بترد اللي هو ما هو انا اكبر فبالتالي انا هيجي لي حاجات اكتر. ايوه انا عارف، بس انت اكبر، بس في الملعب في حاجات بتحصل برضو، في الكوره نفسها في حاجات بتحصل ما تتفهمش، مش مفهومه. ما اقدرش اقول لك حاجه واحده عشان مش هينفع اقول، بس في حاجات مش مفهومه، في حاجات واضحه بس مش مفهومه. هل انت يعني لو انت موجود في نادي الزمالك مثلا، وكنت وخاصه انت كنت موجود قبل نهائي القرن اللي هو بطوله نهائي افريقيا 2019، هل انتوا يعني كان لعيبه الزمالك كانت بتتكلم في الكلام ده ان ممكن الاهلي يبقى في حاجات متسهله له اكتر؟ انا شايف ان السوشيال ميديا بيدعم الاهلي اكتر. دي حاجه، السوشيال ميديا دي حاجه ممكن اقولها عشان دي واضحه، تمام، دي واضحه. السوشيال ميديا ده ماشي. طب ما هو ناس عادي بتشجع الاهلي ماشي، بس انت ما ينفعش تكون اعلامي وتشجع الاهلي. ومش بتشوف برضو المكان نفسه هو اللي بيطلع المشاكل، هو المكان اللي بيصب ايوه يسرب مثلا كان نادي الزمالك فتره اخيره بيتكلموا ان المشاكل بتطلع. طب ما هو اكيد في عنصر في الاداره او في الجهاز الفني او لعيب او ايا كان اي شخص هو اللي برضه طلع الاخبار صح. دي. وبرضه في ساعات الاهلي بيطلع منه حاجات من جواه، مشاكل من جواه بتطلع للناس، بس ايه اللي بيحصل بقى بده؟ ساعات الناس بتغطي عليه او بيقولوها بطريقه احسن، بس الناحيه دي بقى بتستنى اللحظه دي عشان تفجر بقى. احمد نادر السيد لو جاله عرض دلوقتي من النادي الاهلي، عرض رسمي من النادي الاهلي والزمالك سيبقى موجود في ايقاف قيد، هتروح الاهلي ولا لا؟ اشجع باوك لحد الاخر قد اقول لا لا مستحيل، ما اعتقدش مستحيل تروح الاهلي، مستحيل. ولو اي فتره من فترات الاهلي عرض مستحيل، صعب 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 جدا جدا، صعب بجد صعب. ليه؟ انا كنت لسه بقول لك قبل ما نبدا، انا كنت ببات نادي الزمالك ورانا، كنت ببات في السكن هنا، كنت ببات هنا مع اللعيبه هنا، اصحابي ببات معاهم بالايام يعني. ما اقدرش بجد، ما اقدرش. والدك كان الزمالك وراح الاهلي، اساله دلوقتي هو مبسوط بالقرار ده ولا لا؟ انا عارف هو انا عارف اساله. وبعدين هو راح الاهلي بس مش من الزمالك، ده اول حاجه. وتاني حاجه راح الاهلي على حاجات بره الاهلي يعني، هو كان عايز يلعب منتخب عشان كده راح الاهلي، والزمالك ما كانش محتاجه في وقتها، فكان عايز يروح الاهلي، والاهلي كان عايزه، والاهلي كان قايل له هو يلعب، فخلاص انت عشان كده بقول لك انت قافل الباب. انا قافل الباب بصراحه خالص، انا مش زي انا مش زي ابويا عايز يلعب منتخب باي طريقه. انا برضه بحب المنتخب جدا، بس ما جيش على الحاجه اللي بحبها قوي عشان المنتخب، فاهم؟ عشان المنتخب بس، قصدي في النوادي اجي على اي حاجه تانية في مش منتخب، بس في النوادي بالذات ما اقدرش اروح الاهلي بجد. طيب دلوقتي هنروح بقى لفقره الاسئله السريعه وهنبتديها معلومات تعرفها عن والدك ولا لا. كم نادي لعب ليه الكابتن نادر السيد؟ تسعه. تسعه؟ كام؟ اهل سيكا. ثمانيه. هو كنت تقول لهم؟ زمالك، راح على بروج، خلص بروج راح على جولدي، اكراتيتوس في اليونان، رجع على الاتحاد، راح على المصري، راح على الاهلي، راح على انبي. انت ثمانيه. طب كم بطوله مع الزمالك وكم بطوله مع الاهلي؟ سته وسته. سته وسته. انا فاكر عشان كنا لسه بنتكلم في الحوار ده امبارح. اصلا معتبر اخذ افضل حارس في افريقيا مع منتخب مصر كم مره؟ مرتين. سنه كام وكام؟ مش هسيبك كده اقول لك مرتين. لا مرتين انا عارف مرتين. 98 و96 كانت بدري قوي، كان 2000 صح. اخذ كم بطوله مع منتخب مصر؟ اخذ 2 افريقيا، ده اكيد لما خد احسن جول. بطوله عربيه يبقى 3 صح. لعب كم بطوله مع منتخب مصر اساسي؟ تمام، احنا قلنا 96 بدري، 98، 2000، 2002، بس 3 او 2004. 2004 لعب اساسي. مش اساسي 2002. انا بقول اساسي مع المنتخب. ماشي، هنلعب دلوقتي لعبه الحراس. تمام، اقول لك 2 هتختار واحد ونكمل بيه. اتفقنا. كابتن احمد شوبير ولا كابتن حسين السيد؟ عشان انا بميل للزمالك اكتر، وده بجد زي ابويا التاني عشان ابنه صاحبي جدا وزي اقرب الناس ليا. طبعا كابتن احمد شوبير جول كبير جدا. تمام، بس احنا هنقول كابتن حسين عشان هو برده يعني من هنا برضه من عندنا. كابتن حسين السيد ولا كابتن محمد عبد المنصف؟ كابتن حسين السيد. كابتن حسين السيد ولا كابتن عبد الواحد؟ اللي انا عاشرته اكتر، اللي انا شفته، عشان كابتن حسين السيد ما شفتوش، اللي انا شفته كتير وعارف ان هو جول كبير قوي، كابتن عبد الواحد السيد. كابتن عبد الواحد ولا كابتن نادر السيد؟ لا مفيش بقى، خلاص ايه خلاص بقى، اخترت نادر السيد فوق اي حد بقى، اي حد تحتيه. طب كابتن نادر السيد ولا كابتن شريف اكرامي؟ كابتن نادر السيد. والكابتن نادر السيد ولا كابتن احمد الشناوي بيراميدز؟ كابتن نادر السيد. والكابتن نادر السيد ولا كابتن محمد الشناوي؟ كابتن نادر السيد. كابتن محمد الشناوي انت هتقول افضل حارس مصر دلوقتي طبعا. ايوه ماشي تمام. طب الكابتن نادر السيد ولا الكابتن عصام الحضري؟ دي بقى السؤال بقى بجد. الاثنين بالنسبه لي، انا شايف ان احسن حراس في تاريخ مصر هم ثلاثه اللي انا شفتهم يعني، الحضري نادر السيد، مفيش واحد واثنين. مفيش واحد واثنين. ده خد
من فتره 98 لحد 2004، ودخلوا 2004 وما شاء الله ما شاء الله يعني ربنا يديله طول العمر 2018 فاهم. بس في العادي كان حضر ياخد اصغر من كده، بس هو عشان طبعا عنده عزيمه مش طبيعيه فكمل. بس ده خد كتير وده خد كتير، وده خد اثنين احسن احسن جول في افريقيا مرتين، ده خد برده مش فاكر الصراحه كام، بس خد كتير برده. بس انا بالنسبه لي الاثنين في نفس اختار واحد ماشي، بنادر السيد طبعا. بنادر السيد انا السيد رقم واحد، حضر اثنين، الشناوي ثلاثه، اللي شفته محمد الشناوي ثلاثه. بس انا كان حاجات دلوقتي في الملعب، يعني بالنسبه لك ده الاحسن انك تصد ضربه جزاء ولا انفراد في الدقيقه الاخيره؟ ضربه جزاء تكسب البطوله مثلا، ده حلمي يعني. تاخد دوري ابطال افريقيا ولا كاس الامم افريقيا؟ دوري ابطال افريقيا ولا كاس الامم افريقيا؟ كاس الامم طبعا. احتياطي في الزمالك ولا اساسي في فريق تاني؟ اساسي في فريق تاني. تحب كاجوال ولا فورمال؟ فورمال. سمعنا انك دخلت مجال الموديل. صح صح. شريك ولا حابب تبقى موديل؟ لا، هم ناس صراحه محترمه جدا ولذيذه جدا، احمد وعيد. كلموني قابلتهم قبل كده صدفه، وبعدين اتكلمنا مع بعض، وفي وقتها كنت مسافر على طول، فقال خلاص اول ما ترجع ان شاء الله نشتغل مع بعض وكده. هم ناس انت مش شريك اصلا؟ لا 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 لا، انا بس تبعهم كده عشان بحبهم يحب فيهم يعني. ماشي. طيب ايفون ولا اندرويد؟ ايفون. ساحل ولا جونة؟ سيف ساحل. كائن صباحي ولا ليلي؟ انا لسه ما فهمتش، لسه ما اكتشفتش نفسي لسه، عشان التمرين. لا، حد ابطل كوره هشوف بقى انا كائن صباحي ولا ليلي. بس انا دلوقتي عشان مضطر اصحى الصبح كل يوم. بحر ولا بسين؟ ما بحبش البحر. بسين. اسماك ولا مشويات؟ مشويات. كلاب ولا قطط؟ كلاب. عندك كام كلب؟ كلب واحد. اسمه ايه؟ ريو. ليك في العربيات؟ مش قوي، بس بحب العربيات جدا. بحب. ايه عربيه احلامك؟ عربيه احلامي جي 63 مرسيدس اللي عاليه دي. وحتى عندنا هناك في باوك عبد الرحمن بابا الباك ليفت بتاع غانا ده، عنده واحده دايما بياخدني بيلفف لي بيها. يسعدك حبيبي احمد، انبسطت جدا بالحوار معاك، ويعني جامد، حوار ممتع. ربنا يخليك يا حمد، والله انا مبسوط لقى معاك، ودايما ان شاء الله مع بعض دايما. وبكده نكون وصلنا لنهايه حوارنا مع احمد نادر السيد. انتظرونا في حوار تاني في 1 on 1. سلام.